السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج أزمة أخلاق. واسمحوا لي وقبل بداية الحلقة أن أرحب بضيفي الكريم الموجود معايا في الاستوديو، وكالعادة برحب بالداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري. أهلا بك يا شيخ أيمن. أهلا بك الزبرين، وأهلا بمشاهدينك الكرام في كل مكان. يا أهلا وسهلا مشاهدينا في كل مكان، صباح الخير عليكم جميعا في مصر وداخل الوطن العربي. النهاردة موضوع حلقتنا موضوع كبير وموضوع خطير، وحلقتنا مميزة للغاية. النهاردة اخترنا عنوان حلقتنا صبرا صبرا يا أهل البلاء. واحنا عارفين قد إيه إن الأمة بتصيبها ابتلاءات كثيرة في هذه الأيام. صبرا صبرا يا أهل البلاء، دايما المبتلي دائما ما بيزجر وبيهجر وبيكفر وبيغضب، ودائما وأبدا يتركز في مخه أو في عقله أن هذه نقمة وغضب من الله سبحانه وتعالى. وده اللي احنا هنعرفه وهنسأله للشيخ أيمن المصري، وهيرد علينا إن شاء الله داخل الحلقة. وخليني سريعا أبدأ مع الشيخ أيمن المصري وندخل في موضوع الحلقة. شيخ أيمن، ما هو الصبر على البلاء، وكيف نصبر على الابتلاءات الموجودة واحنا عارفين قد إيه من الشارع المصري النهاردة والمجتمع المصري بالذات في ابتلاءات كثيرة وكثيرة؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأخص بالذكر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه صلى وسلم. الله على من علم الدنيا الصبر، صلى الله على من علم الدنيا الحق، صلى الله على من علم الدنيا الحلم، صلى الله على من علم الدنيا الأدب، صلى الله على من علم الدنيا الرضا، صلى الله على من علم الدنيا الحق، صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. الله عليك يا شيخ أيمن. الله صلى عليك. الله على من علم الدنيا الصبر، صلى الله على من علم الدنيا الرجولة. الصبر هو حبس النفس على ما تكره، أو احتمال المكروه بنوع من الرضا والتسليم. أن يسلم بكل الأمور حلوها ومرها، احتمال أن يتحمل أي ابتلاء بنوع من الرضا والتسليم. أي نزلة بتنزل عليك، أي ابتلاء، أي كرب، أي هم، أي وجع، أي حزن، أي مرض، عليك دين، عندك من الهموم، عندك من الأحزان والأوجاع، لازما يكون عندك الرضا والتسليم. هو ده الصبر. أصبر إزاي أو أتعلم الصبر إزاي؟ إن أنا يبقى عندي احتمال بتحمل أي نزلة نزل عليا بنوع من الرضا والتسليم. برضه لأن مين اللي ابتلاني بهذا؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يعني نزل علي هذه النازلة؟ الله سبحانه وتعالى. هل هذا نعمة أم نقمة؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه منك بقى يا شيخ أيمن. أولا، الابتلاء في الأصل نعمة للعبد المسلم، ولكن نقمة للعاصي والفاجر والكافر. طبعا احنا خلينا احنا كمسلمين، هو العاصي والفاجر والكافر بيبقى ابتلاء ولا انتقام؟ نقمة. اي سخط من الله تبارك تمام. وتعالى عليه، غضب، يبقى مش ابتلاء خالص، هي انتقام من ربنا سبحانه وتعالى. بالضبط. تمام. لكن بالنسبه للمسلم خير، خير، كل ابتلاء من الله خير. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلنعلمن الذين صبروا ولنعلمن الكاذبين. هو ربنا بيحط لك كده اختبارات، انت عايز تكون مؤمن غير ما تبتلى او تختبر ازاي؟ طب ربنا يرى منك قدر استطاعتك وصبرك ازاي؟ الا بالابتلاء، بالفتنه. في ابتلاءات، في فتنه لازم تذوقها، اذا كان خير او شر. في الخير انت بتشكر، كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، عجبا لامر المسلم فان امره له كله خير. كل امر المسلم خير، اذا كان خير او اذا كان شر. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالصبر
جزاؤه الجنة. اوعى تفتكر ان الصبر ده نقمة من الله تبارك، لا والله دي نعمة فضل كرم، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بهذا كما عند البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. اسمع، انا عايز كل واحد دلوقتي قاعد موجوع تعبان، عنده مرض، عنده وجع، عنده اي مشاكل، عنده ديون، عنده هم، عنده اي ابتلاءات، شوف كرم ربنا عليك. والله يا استاذ ابراهيم ربنا جميل وكريم ورحيم. يا اخي الم تسمع قول الله تبارك وتعالى؟ الله لطيف بعباده. عارف يعني لطيف؟ والله بيبتليك عشان يمحصك، عشان يخليك ينقيك من الذنوب. ازاي؟ الدليل اهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه انه وسلم قال كما عند البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه: ما يصيب او لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا اذى، حتى الشوكة يشاك بها الا وكفر الله بها من خطايا. تخيل، اي نصب، اي تعب، اي وصب، اي مشقة، اي ابتلاءات، اي عناء، ولا غم، حتى الغم مغموم، ولا هم عندك هم، ولا حزن عندك حزن، كل ده حتى الشوكة، شوكة كده تدخل في قدمك الا وكفر الله بها من خطايا. يبقى احنا بنتعامل مع اله كريم ولا لا؟ اله كريم ورحيم طبعا. يبقى الابتلاء ده نعمة للمسلم ولا لا؟ نعم طبعا، تخفيف ذنوب. الابتلاء ده بيخفف ذنوبك، بيعليك لأعلى الدرجات. وزي ما قلنا من قبل، الملك سبحانه وتعالى عايز يسمع صوتك وانت بتناجي وتقول له يا رب، عايز يشوف ذلك وانكسارك، عايز يشوف دمعتك كده وانت بتفتقر إليه. لأن من هو الغني؟ سبحان الله، ونحن الفقراء. هو طبعا شيخ أيمن، ربنا ما خلقناش في الدنيا عشان يقلمنا أو يعذبنا، ولا هيزيد في ملكه شيء لو تعذبنا أو فرحنا. فأنا عقيدة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى أن كل أمور المسلم خير، يعني إن شاء الله بإذن الله. بس في حاجة هنا بقى يا شيخ أيمن، الابتلاءات في المال بقى على طول، يعني لما تلاقي حد مبتلى في الصحة مثلا أو جاي له مرض، سريعا ما يلجأ لربنا سبحانه وتعالى بالدعاء: يا رب اشفيني، يا رب خد بإيدي، يا رب اديني الصحة يا رب. بس عندنا بقى حتة صغيرة كده بننفر منها وبنغضب منها. أول المبتلي ده ما يبتلى في المال وينقص ماله، دائما ما يزجر ويغضب ويهجر، وبتوصل لمراحل يعني مش عايز أقول الكفر بقى يا شيخ أيمن. يعني واحد كان صاحب تجارة، واحد صاحب أموال، واحد ما تعودش يمد إيده لحد أو يستلف أو كده، وجات له مثلا ابتلاء في المال أو نقص في الأموال، فدائما ما يزجر، ودائما ما يغضب، ودائما ما, 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 ما يكفر. فاحنا عايزين بقى الحته بتاعت المال دي بالذات يا شيخ ايمن. اسال الله ان يرفع الغم عن هذه الامه. امين يا رب العالمين. يعني ينزل الصبر على كل مبتلى. فعلا الموضوع ده صعب وثقيل، لكن احنا عندنا مرجعيه، عندنا مرجعيه وعندنا قدوتنا. مين قدوتنا؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. من أسوتنا؟ صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا عندي قدوتي، عندي أسوتي، عندي حبيبي، عندي رسولي. هو في حد في الدنيا دي تظن وتعتقد إن أفضل وأحب إلى الله من سيدنا النبي محمد؟ لا طبعا، لا طبعا. صلى الله عليه وسلم. صلى طيب. الله عليه وسلم. إحنا بقى مش ده حبيبنا وده قدوتنا؟ طيب نرجع كده نفتكر في حصار، لما عمل حصار على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شعب مكة، لما لجأوه إلى شعب مكة كده في الصحراء. أنت عارف الموضوع عامل إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ظل ثلاث سنين في حصار اقتصادي. عاملين له حصار اقتصادي هو وأصدقائه وأصحابه، ممنوع عنهم التجارة، ممنوع عنهم الصناعة، ممنوع عنهم الطعام، ممنوع عنهم أي شيء، مش تعملوش معهم، عملهم حصار. كل دي عشان يرجعوا عندهم. شوف بقى إزاي النبي وسيدك وحبيبك ابتلي.
الحصار ده أصل إبراهيم قعد كام سنة؟ 3 سنين. عارف يعني ايه 3 سنين؟ الصحابة وصل بيهم الحال ان هم اكلوا اوراق الاشجار مدى المجاعة اللي كانوا فيها والكرب والهم والغم. 3 سنين يا مسلم يا موحد وسيدك النبي محمد مين هو احب عباد الله الى الله؟ هو في حد احب من النبي الى الله صلى الله عليه وسلم؟ اهو ده حبيب الحق حبيب الملك. 3 سنين في حصار اقتصادي لما وصل بيهم الحال ان هم بقى ياكلوا اوراق الاشجار. الصحابه بتقول لسيدك النبي محمد يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. ايوه. قال الا تدعو الله عليهم؟ دعوه منك يا رسول الله تخرجنا من اللي احنا فيه. كرب. 3 سنين في ضنك، 3 سنين في حصار، مفيش لا مال ولا تجاره ولا صناعه، ممنوع عنهم كل شيء. يعني الحال وقف. ستنا خديجه صرفت كل مالها، انفقت الاموال الكثيره في ظل هذا الحصار. هو ده مش كرب وهم والم نزع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه. الصحابه بتقول له يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. هو الموضوع هنا موضوع نقمه؟ لا، ده نعمه تمحيص. قالوا ألا تدعو الله عليهم؟ دعوة منك بس كده يا رسول الله تخلصنا وتريحنا. سيدك النبي محمد عمل إيه؟ غضب؟ هل سخط؟ لا والله، رفع يده وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. تخيل، شفت مدى الرضا، شفت مدى السعادة. هو أنت يا مسلم يا موحد، هل من ممكن ان في واحد دلوقتي يشوف عيشه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عارف يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعبد 3 أهلة 3 شهور، بيته لا يوقد فيه نار. عارف يعني ايه النار ما بتوقدش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ 3 شهور، 3 شهور ما بيفيش نار بتتولع، مفيش طعام، مفيش طعام، مفيش طعام، عايشين على الاسودان، التمر والماء، التمر والماء. طب بالله عليك، عمرك سمعت ان سيدك النبي محمد حزن أو زعل أو غضب؟ لا والله. ليه؟ لأن عارف إن الدنيا فانية. الدنيا متفاتة. أهم حاجة النعيم الأساسي، النعيم الحقيقي. يا أستاذ إبراهيم عيش معايا اللحظة الجميلة دي. سيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على من علم الدنيا الصبر، صلى الله على من علم الدنيا الحق، قال يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. يوم القيامة بقى هيجيب، يعني رب سبحانه يؤتى بأبأس، يعني أبأس أكتر واحد تعب في الدنيا. شوف بقى، تخيل مين أتعب واحد تعب، ابتلي بأمراض، ابتلي بجوع، ابتلي بكروب، ابتلي أكتر واحد ذاق الأوجاع. بأبأس أهل الدنيا، ولكنه من أهل إيه؟ الجنة. ليه؟ لأنه صبر. صبر، فيغمس أو يصبغ صبغة في الجنة، غمسة واحدة في الجنة كده. طبعا. فيقول الله تبارك وتعالى عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ ركز معايا، ربنا سبحانه وتعالى يقول العبد هل مر بك شدة قط؟ أي فين؟ في الدنيا. هل مر بك شدة قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط. غمسة واحدة، صبغة واحدة في الجنة، نسيته كل هموم الدنيا، نسيته كل تعب الدنيا، نسيته كل الأسقام، كل الأوجاع، كل الهموم. تخيل، يبقى الجنة نصبر لها ولا لا؟ طبعا. يبقى أصبر عشان ربنا يكرمني. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. جزاء الصبر إن أنت بتخش الجنة إيه؟ من غير حساب ولا عذاب. يبقى ده، دي مش رحمة من العزيز الوهاب؟ الله يفتح عليك يا شيخ أيمن. الله يفتح عليك، أحسنت يا شيخ أيمن. شيخ أيمن، المبتليين بقى من الحسد والأسحار، وحضرتك مكمل معنا في الحملة، ونوجه بقى إن شاء الله بإذن الله رسالة بس للمشاهدين، يعني مشاهدينا، يعني لو أي حد مبتلي بقى بالسحر أو بالحسد، الشيخ أيمن معانا، هينزلوا لنا أرقام تليفونات الشيخ أيمن ورقم تليفوني على الشاشة إن شاء الله. تواصلوا مع الشيخ أيمن، أي حد مسحور، أي حد عنده حسد،
حاسس ان هو يعني بيتألم، يتواصل مع الشيخ ايمن المصري ان شاء الله باذن الله، ربنا يجعل اعماله في ميزان حسناته ان شاء الله. شيخ ايمن، هنقول ايه بقى للمسحور ده او اللي عنده سحر ومهوش عارف يشفى؟ يعني ده ألمه شديد وألمه كبير، وانا بس حطوا ارقام برضو تليفونات، عايزين مداخلات يا جماعه، لو في مداخلات دخلونا المداخلات. هنقول له ايه ده بقى يا شيخ ايمن، يعني المسحور او اللي عنده مس او حسد؟ حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مؤذي. بس انا عندي رساله تطمئن كل اللي عنده ابتلاءات، كل اللي عنده وجع. اولا انت ربنا بيبتليك عشان بيحبك، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بهذا، من يرد الله به خير يصب منه. كل ما في ابتلاءات كاعرف ان ربنا بيحبك. انا عايزك تصبر وتحتسب، واعلم يقينا ان في يوم فرج. مفيش واحد بيفضل على طول مريض، صح؟ مفيش واحد على طول مديون، صح؟ مفيش واحد على طول عنده مشاكل وهموم، لا. ولا رب نازله يضيق بها الفتى زرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت 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 فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظن أنها لا تفرج. والله هتفرج، والله كل ألم عندك هيروح. هو اليقين بس هنا يا شيخ عين. هو ده اليقين، يبقى عندك يقين وحسن الظن في الله. أكتريت اللي بيقولنا مشكلتهم ما عندهمش عقيدة سليمة. يا عم خلي عندك حسن الظن في الله. هي الفكرة بس يا شيخ أيمن، حتى لما تيجي تقول له اعمل كذا وكذا، يعني صلي، زكي، تصدق، فدايما يقول هو بيعمل وكل حاجة، بس يقول لك أنا هجرب. مفيش حاجة اسمها تجرب مع ربنا. أحسنت. خلي في يقين في قلبك إن الله الشافي، الله العافي. تصدق بنية داو مرضاكم بالصدقة. مفيش حاجة اسمها جرب مع ربنا دي. أحسنت. خالص، أصل مش صديقك يعني هتجرب معاه هتعمل له خير فهيردهولك، لا خالص. وممكن طبعا جزاء الحسنه دي تيجي بعد حين، يعني مش شرط تيجي في ساعتها. يعني اولا يا استاذ ابراهيم، احنا في امتحان، في اختبار، احنا اللي نختبر مش نختبر ربنا سبحانه. صح. لا حاشا لله. انا في دنيا، والدنيا دي معروفه دي دار امتحان، يكرم فيها المرء او يهان. يا اما تعدي منها للجنه بسلام، او اما الى عذاب الجبار. فانت بطاعتك ورضاك وصبرك هتكون من اهل الجنه. هو يا اخي، الا يكفيك ان انت يكون جزاء الصبر الجنه بغير حساب ولا عذاب؟ انا وانت وكل المشاهدين، كل الناس، احنا ايه حلم حياتنا بالنسبه للاخره؟ ايه حلمك وايه حلمي وايه هي الجنه رغبتك؟ ليس لها ملهاش مطلب تاني. الله، هو كل شغلنا الشاغل رضا الله والفوز بالجنه. الله يفتح عليك، والنجاه من النار. هي الجنه دي مش حلاوتها وجمالها، دي دار الكمال غير الدنيا بقى. الجنه دار الكمال، دار النعيم، دار الخلود. هتخلد فيها، مفيش موت تاني. لا يذوقون فيها الموت، اي في الجنه، الا الموتة الاولى اللي انت ذقتها في الدنيا. هي دار البقاء يعني. يبقى الجنه دي اللي اعدها الله لك بذاته دار الكمال. لا فيها بقى مناغصات تاني، ولا فيها امراض تاني، ولا فيها اوجاع تاني، ولا فيها تعب، ولا فيها مشقه، ولا فيها عناء، ولا فيها حسد، ولا فيها سح، ولا فيها اي شيء من مناغصات الدنيا. يبقى الدار دي ما تستحقش ان انا اصبر طبعا على اوجاع الدنيا. طبعا يا اخي، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ولقاب قوسين، مساحه كده تقدر بنصف متر في الجنه، خير من الدنيا وما فيها. اقل واحد في الجنه ليه ملك ملك من ملوك الدنيا 10 مرات. بسم الله ما شاء الله. عارف يعني ايه؟ عارف يعني ايه اقل واحد في الجنه ليه قد الدنيا دي 10 مرات؟ يا راجل، ما تستحملش عشان خاطر الجنه، ما تصبرش على الابتلاء عشان تكسب بالجنة. الجنة لو حطيت الجنة قدامك هيهون عليك كل مصاعب الدنيا. الله يفتح عليك يا شيخ. والله يا صبرين، اسال الله ان يرزقني واياك الجنة. امين يا رب. وجميع المشاهدين طبعا طبعا.
عايزين بس تنزلوا ارقام الشيخ ايمن المصري والتواصل مع البرنامج ورقم ان شاء الله باذن الله، ويقول بقى اي حد مسحور، اي حد عنده حسد عنده سحر يتواصل مع الداعي الاسلامي الشيخ ايمن المصري ان شاء الله، وفي انتظار اتصالاتكم وتواصلكم معاه ان شاء الله باذن الله. شيخ ايمن، عايزين قصه وعبره لكل مبتلي، نقول له ايه النهارده؟ يعني انت عارف الظروف صعبه، وبالذات الظروف الاقتصاديه بقى يا شيخ ايمن، ناس تعبانه يعني، ربنا يكون في عون الناس جميعا يا رب العالمين، وربنا ما يحوكش حد لحد يا رب يا رب. ونسال الله العلي العظيم ان يحفظ مصر واهلها وسائر بلاد المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. شيخ ايمن، عايزين قصه وعبره للناس اللي تعتبر. والله يا استاذ ابراهيم، اول شيء الناس ما تخافش من موضوع الرزق. واحد راح يشتكي الامام احمد تقريبا عن ضيق الرزق وظروف الحال، قال يا رجل من الذي يرزقنا في السراء؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. الله. صح. يبقى هتخاف وقت الضراء. احنا رزقنا على مين؟ ذكرتني بحديث جميل قوي روية في الاثر. بالله عليك الحديث ده انا ما بسمعه وبقوله انا بنتعش. الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن ادم لا تخف من ذي سلطان ما دام ملكي وسلطاني لا يزول. يا ابن ادم لا تخف من فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءه وخزائن الله مملوءه ولا تنفذ. يا ابن ادم خلقت لك كل شيء وخلقتك من اجلي، فسر على طاعتي يطيعك كل شيء. يا ابن ادم لي عليك فريضه اي العباده، ولك علي رزق. يبقى رزقك على من؟ الله سبحانه وتعالى. الله. شوف الجمال بقى والحلاوه، الملك بيخاطب كل العباد وكل البشر. لي عليك فريضه اي يا ابن ادم، ولك علي رزق، فان خالفتني في فريضتي لن اخالفك في رزقك. الله. هتاخد رزقك. الله. يا ابن ادم ان رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك، وإن لم ترضى فبعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها كركض الوحوش في البرية، ولا ينالك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. الله يفتح عليك يا شيخ أيمن. شيخ أيمن، الصبر وجزاء في الآخرة الجنة، طب والصابر في الدنيا ده ملهوش جزاء في الدنيا يعني؟ ما هو جزاء الصبر في الدنيا؟ السعادة القلبية. ان انت راضي عن الله، هو الايمان ده، ان ده يبقى فيه رضا وتسليم، يبقى ده دي مش السعادة. مش هتدخل عليك ان هو ايه مشكلة الانسان، ايه اللي بيغير كيانه وحاله ويشقلب حاله كده ويخليه كئيب او وجهه مغلق او او او؟ القلب. القلب لو القلب ده مستريح وراضي، ايه اللي هيشغله بعد كده؟ ما هو ده مستريح. هتلاقي العبد مستريح في كل نزله نزلت عليه. طب هو القلب ده يا شيخ ايمن يعني بايدينا يعني؟ القلب ده يعني، ما هو القلب ده ملك ايدينا يعني، حسب ما انت بتملاه بالايمان. طول ما في ايمان القلب ده بيريحك. الايمان بينقص، هتلاقي القلب ده بيشتغل بيحترق. اما بقى بالحقد والحسد، اما بالسخط عن الله. ده اخليه كده مليان ايمان، قران، ذكر، طاعه، ذكر، استغفار، املا قلبي بحب الله، واتعلم واسمع قصص، اشوف قصص الصالحين والسلف الصالح. يا عم اسمع عن الابتلاءات، كل الانبياء ابتلوا. ما تفتكرش انت لوحدك، كل الانبياء، شوف، والاتقياء والاصفياء والدعاء، اجل ناس واعظم ناس ربنا ابتلاهم صبروا. منهم اللي ابتلى بالسجن مثل سيدنا يوسف، منهم من ابتلي بالمرض سيدنا ايوب قعد 18 سنه مريض، ومنهم وكله سيدنا النبي، كل الانبياء، كل الاصفياء. يبقى انت يا عبد بقى لازم تبتلى. الله يفتح عليك يا شيخ. الله يفتح عليك. مشاهدينا فاصل ونعود لكم، انتظرونا. اهلا بكم مشاهدينا، ورجعنا لكم بعد الفاصل وفقره فرحه محتاج من برنامج أزمة أخلاق،
واسمحوا لي في بداية الفقرة أن أرحب بضيفتي الكريمة. برحب برئيسة مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية الأمومة والطفولة والمساعدات الأستاذة نهاد إبراهيم تهامي. أهلا بك يا أستاذة نهاد، منورانا. إزاي حضرتك، أخبارك؟ الله يخليك. مشاهدينا في كل مكان، فقرة فرحة محتاج تحت رعاية الجمعية المصرية لرعاية الأمومة والطفولة، بتقوم بعمل عمليات قلب مفتوح لأطفالنا ومساعدات الأسر الفقيرة، وبترعى وتعول وتكفل 325 أسرة فقيرة من علاج بقى وأكل وشرب وحاجات عينية ومصاريف شهرية، وكتير قوي بيصرفوا علاجات لهذه الأسر يعني، زائد العمليات القلب المفتوح لأطفالنا. كان معانا الطفلة ريتال هاني الأسبوع اللي فات، الحمد لله ربنا كرمنا، وبفضل طبعا ربنا سبحانه وتعالى وبفضل تبرعاتكم دخلناها المستشفى بتعمل عملية قلب مفتوح. معانا النهاردة الطفل زين، معانا الطفل زين ياسر طلعت من محافظة أسوان، عملية قلب مفتوح. العملية هتتكلف 75,000 جنيه، وبنعمل العملية في مستشفى الأمل في المهندسين تحت رعاية الدكتور محمود زلط، واللي بيقوم بقى بالتواصل مع الحالات ما بينها وما بين الجمعية وما بين المستشفى هو الإعلامي الزميل طبعا مرسي أنديل. أستاذة نهاد، يعني احنا عندنا النهاردة ريتال هاني دخلناها الأسبوع اللي فات المستشفى وعملت العملية الحمد لله يعني، وهي في فترة نقاهة دلوقتي. هي لسه في العناية الحمد لله. هي لسه لغاية دلوقتي في العناية. أو من قبلها كان الطفل محمود حجازي. تمام. ومن قبلها كان الطفل عمر. صح كده؟ كلهم عمليات قلب مفتوح. معانا النهارده الطفل زين طلعت، ده من أسوان. ده من أسوان. دي عمليته إيه يا أستاذة نهاد؟ هو عنده عيب خلقي منذ الولادة ومحتاج عملية جراحية بس صعبة شوية لأن عنده رباعي فالوب. طبعا دكاترة الطب يعني بيقولوا ان هي عملية جراحية طويلة، ان هي في بقى شرايين وصمام والحاجات كده يعني، فربنا يسهل ان شاء الله ونقدر ان احنا نعمل العملية. طيب بالنسبة لمحمد ورضوى اللي احنا عرضنا حالتهم بالنسبة للحروق لسه مستمرين. محمد ورضوى يا جماعة بيتهم اتحرق، حصل فيه حريقة في مدينة الصف في الجيزة، وامهم يعني عليها رحمة الله توفت في هذه الحريقة يعني. فهدول اولاد يتامى سن 10 سنين و9 سنين باين، 6 ابتدائي و5 ابتدائي، محمد ورضوى عندهم حالات حروق صعبه جدا في الوش وفي الوجه يعني من الامام، فعايزين نعمل لهم بقى جلسات ليزر وعايزين نعمل لهم عمليات تجميل، وانتوا عارفين قد ايه بتتكلف الحاجات دي يعني. فنزلوا لنا بقى طبعا ارقام تليفونات الجمعيه المصريه، ونزلوا لنا رقم البنك ان شاء الله باذن الله، حساب البنكي في العربي الافريقي. صح؟ تمام. البنك العربي الافريقي نزلوا لنا رقم الحساب، تواصلوا بقى مع الجمعيه عشان برضو نعرف نعمل عمليه قلب مفتوح للطفل زين طلعت، وهو اصلا محل سكنه اسوان ولجأ للجمعيه في القاهره. يعني شوف، محل سكنه اسوان واحنا قبلناه في الجمعيه. استاذ مرسي انديل مشكورا طبعا، عرف ان هو من اسوان فقبله هنا في الجمعيه، لان الجمعيه ده يعني اعمال خيريه للكل، لكل اهل مصر. وانا طبعا بحيي من خلال هذا البرنامج بحيي الاعلامي مرسي انديل. احنا عندنا كم طفله بنرعاهم وبنكفلهم علاجيا واقتصاديا وماديا وحاجات عينيه، عندنا كم طفل كم اسره؟ كم اسره؟ فوق ال 300. فوق ال 300 اسره. دول موجودين بالفعل في الجمعيه. طبعا اطفال ايتام، مدارس ومصاريف وعلاج فربنا يقدرنا ان شاء الله ونقدر ان احنا امين يا رب ان شاء الله باذن الله ربنا يقدر. هو الطفل زين بس الحمد لله، هو جه من اسوان امبارح وان شاء الله عنده مقابله في مستشفى الامل مع الدكتور محمود زلط، ويعملوا اشعه وتحاليل. ده زين من اولها بقى لاخرها. تواصلت معايا والده زين والدته يعني، وانا وصلتها فعلا للاعلام مرسي قنديل وقلت له الطفل ده حالته كذا كذا كذا، وهو تولى الحاله يعني. الحمد لله يا رب. نعمل بقى فحوصات من اولها لاخرها خالص بتقارير جديده، لان طبعا الطفل معمول له تقارير من حوالي 4 سنين. فالحمد لله يعني ان شاء الله هنقدر ان احنا نوفر له تكاليف العمليه ان شاء الله باذن الله. فرحه محتاج بقى يا جماعه، كل مشاهدينا في كل مكان، دي بقى فرحه محتاج فعلا يعني.
يوم ما نعالج طفل وننجيه فعلا باراده ربنا وبفضل ربنا سبحانه وتعالى من الموت، هي دي فرحه المحتاج. صدقني مهما تدي للغني حتى لو اديته قصور وفلل وعربيات مش هيحس باي فرحه، الفرحه عند المحتاج وبس. وده طبعا هيتوجه بكلامه طبعا وبشكره لكل مشاهدينا هو الداعي الاسلامي الشيخ ايمن المصري. الشيخ ايمن فرحه محتاج، وفعلا قد ايه بنحس بالفرحه وبنحس بالسعاده في قلوب المحتاجين يوم ما نوفيهم بس بعض من حقهم. يعني اسال الله يعني ان يفرج الهم عن كل مهموم وان ينفس الكرب عن كل مكروب. والله عايزين نلجا لديننا ولحبيبنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال افضل الاعمال الى الله ثلاثه. اول عمل من ضمن اعمال ربنا سبحانه وتعالى احباه سرور تدخله على قلب مسلم. تخيل بقى ده افضل واحب الاعمال الى الله، سرور بتدخله على قلب اخوك المسلم، ده من احب وافضل الاعمال الى الله. فليه ما ندخلش السرور على بعض؟ ليه ما نحبش بعض؟ ممكن بعمل واحد تعمله في دنيتك بالاخلاص يكون سبب دخولك الجنه. افضل شيء واجمل شيء في الدنيا ان احنا ندخل السرور على قلب بعض. وفي مقوله لابن عباس يقول اذا دخل العبد على قلب اخيه المسلم سرورا الا ووكل الله لهذا العبد اناسا او من الناس من يدعون له بدون ملل. تخيل لما تدخل السرور على قلب مسلم او المسلمين ربنا سبحانه وتعالى بيجعل لك في الارض كده القبول، وفي ناس كده بتفضل تدعي لك بدون ما تشعر. تخيل بقى مدى ان كل واحد يدعي لك كده، يا رب اكرم فلان، يا رب احسن الى فلان، يا رب زي ما فلان دخل على قلب الفرحه فرحه يا رب، يا رب زي ما فلان اسعدني اسعده يا رب. في اجمل في الدنيا من ان انت تلاقي ناس تدعي لك بدون ما تشعر؟ خير نزل لك، بركه من الله حل عليك. الناس بقى الشيخ ايمن اللي بيخافوا يتبرعوا للحالات الفقيره دي خوفا من الفقر، يعني واحد مثلا ايه معاه مثلا 1000 جنيه مش عايز يتبرع ب 100 جنيه او ب 50 جنيه من ال 1000 جنيه عشان ما ينقص، خايف لا يتفقر مثلا، خايف المال يخلص يعني. طب انت مش بتصدق كلام سيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال عبد من صدقه. ابدا. ابدا مالك ما هينقص. انت لما تكرم اخوك المسلم وتدي له اي شيء لله، بالله عليك هو انت اكرم من الكريم؟ انت اكرم من الكريم؟ لا طبعا. طب ما بالك انت بتكرم انسان، يبقى ايه هيكون حالك مع الملك الحنان المنان؟ الله يفتح عليك. ابدا مالك ما هينقص والله. احنا معانا فيديوهات يا جماعه عرضوها لنا، لو في فيديوهات عرضوها لنا يعني. استاذه نهاد، اكتر حاجه يعني تعوق الجمعيه في هذه الايام، يعني اكتر مشكله بتواجهها الجمعيه المصريه لرعايه الامومه والطفوله ولهنا بصراحه، يعني ان ما يكونش فيها موارد، ما يكونش فيها تبرعات، ما يكونش فيها تبرعات ان احنا نقدر نعمل بيها حاجه او نساعد بيها اسر. تعملي ايه بقى مع الاسر لما تيجي اسره كده وانت عارفه ان الاسره دي محتاجه فعلا وما عندهمش بصراحه كده اكل مثلا او ما عندهمش طعام، بيحسسك ايه وانت بتمشيهم يعني؟ لا انا ما بمشيش حد، يعني انا ما اقدرش ان انا امشي حد. طب تعملي ايه يعني في السعاده لو ما فيش يعني؟ يعني لا احنا بنحاول يكون في حتى لو حاجه بسيطه عبال ما ربنا يكرم ان شاء الله ونقدر ان احنا نوفر لهم حاجات اكتر من كده. بس انا يعني احنا نقفل وشنا في باب حد او ان احنا نقول له ما فيش بتبقى صعبه جدا ولا يمكن ان احنا نعملها. طب لو ربنا كرم كده برجل اعمال مثلا وحب يعني مثلا يتكفل مثلا ب50 اسره، وادي احنا داخل علينا شهر رمضان وايام مفترجه واحنا في رجب اهوت كل سنه والمسلمين والامه الاسلاميه والكل بخير، كل سنه والعالم كله بخير بامن وامان وحب وسلام، ربنا يجعل هذا العالم امن وامان يا رب العالمين. يا رب.
لو جه مثلا رجل اعمال وحب يتكفل كده مثلا ب 20 اسره ب 50 اسره ب 30 اسره وعايز يعني يتواصل معاهم مباشره، ملوش دعوه بقى بالجمعيه لا خالص. لا ما فيش مشكله خالص، انا كل اللي يهمني ان الاسر ديت تلاقي مورد ليها ان هي تقدر تكمل حياتها وتعيش. تمام. فيعني ما عنديش مشكله، ده يعني انا بفرح بحاجه زي كده وانا اللي بعرضها دايما، يعني حياتك تيجي تشرفنا. واحنا عندنا فيديوهات، عندنا سيدتي عندنا فيديوهات. فيديوهات يا جماعه عرضوها لنا من فضلكم. عندنا 325 اسره بنرعاهم، تمام. بنصرف لهم علاجات وادويه. هو ده الفيديو بتاع ايه ده؟ ده توزيع شنط. ده توزيع شنط؟ احنا عندنا فيديوهات تانيه غير دي؟ في برضو، لا هو اكتريته توزيع الشنط بقى، اذا كان ملابس او مواد غذائيه يعني في برضو. ملابس باين انتوا بتوزعوها اهي. دي ملابس. الملابس دي بقى يعني لو حد عنده ملابس مثلا قديمه شويه مستهلكه سنه يعني. السنه دي ما فيش مشكله، احنا اصلا قبل ما الناس بتيجي او احنا بنتصل بيهم نخليهم يجوا، احنا بنغسلها وبنكويها وننضفها والله يعني انتوا بتغسلوا الملابس دي وبتكووها وتظبطوها وتكيسوها تمام كانها زي الجديده يعني. تمام. طب يلا باب الخير مفتوح بقى اهو، يعني اي حد بقى عنده ملابس، شوف انت بقى عد في الدولاب بتاعك كام اصلا طقم ما بتلبسوش وكم طقم اصلا ما بتشوفوش بعينيك، وحاطط شنط فوق شنط فوق شنط. تبرع بقى للناس واحنا طبعا في ايام مفترقه، داخل علينا عيد وداخل علينا رمضان، واحنا في شهر رجب شعبان رمضان وداخل علينا اعياد وايام مباركه. تبرعوا بقى بالملابس حتى للجمعيه دي. عندكم ارقام تليفونات الجمعيه المصريه، تواصلوا معاها وهو هيبعت مندوب من عنده الاستاذ مرسي طبعا. لا استاذ مرسي هو يعني بعربيه راح المنطقه بحالها بيوزع فيها برضو بيوزع شنط. فيها بيوزع فيها شنط ملابس دي ولا لا؟ لا شنط غذائيه، مواد غذائيه يعني. تمام. طب والله كويس. طبعا مشكور طبعا الاعلام مرسي قنديل اللي ربنا يجعله في ميزان حسناته يا رب العالمين. طبعا انت شايف الخير يا شيخ ايمن، الاستاذ مرسي طبعا عمال يفرق اهوت، فاحنا بس عايزين نقول اي ملابس بقى عند اي حد، عندكم ارقام الجمعيه هيبعت مندوب هو، ما حدش هيتعب نفسه ويروح للجمعيه. حد بقى عنده اكل فائض يكون نواشف يعني، كيلو رز فائض، ازاز الزيت، كيلو سكر، اوعى ابدا ابدا تستقل بالحاجه اللي انت هتبرع بيها دي. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لك اتقوا النار ولو بشق تمره. شق تمره، نص تمرايه ممكن تنجيك من النار وتدخلك الجنه. فما تقولش الخمسة جنيه قليلة وما تتكسفش. يعني في واحدة نفسها تتبرع يا شيخ أيمن بكيلو رز بس مكسوفة ومحرجة. طب هو دي مقدرتها أو هي دي اللي تستطيع؟ نقول لها إيه دي بقى يا شيخ أيمن؟ والله أستاذ إبراهيم أنا بستحي إن أكتر الناس اللي بيتصدقوا هم الفقراء. أنا عايز أقول للأغنياء الصدقة دي أساسا فرض. الله تبارك افترض الصدقات كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا معاذ خذ من أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد إلى فقرائهم. ده فرض عليك. ده أنت اوعى، ده البخل ده والشح يعني، أنت شايف على الشاشة فرحة وما بعدها فرحة. ربنا سبحانه وتعالى أعطاك مال وهبك ووسع عليك في الرزق والحال، تبخل تكون بخيل مع الله؟ يعني من الذي وسع عليك هذا الرزق؟ من الذي اعطاك هذا المال؟ ده في ناس والله اغنياء القليل منهم يغني اسر فقيره كتير. القليل بتاعهم الهالك. الهالك. الله العظيم انا بشفق على كل واحد غني ماسك. ماسك وشحيح. يعني الفقير ده انت بتسب لنا الناس فقيره على ايدك في العمليه، واحده تقول لي خد ال 100 جنيه اديها للطفل عمر، صح. واحده ثانيه ال 50 جنيه كتر الف، وناس فقيره كتر الف خير بس عايزين الجنه. الله يفتح. انت بقى يا غني اللي ربنا موسع عليك، صح. الدنيا شغلاك والاموال لهياك والحياه والله العظيم هتموت، هتموت وهتترك كل حاجه. ارجع بسرعه واعمل لنفسك، زود زود الزاد، اكثر من العده، تصدق عشان القبر بتاعك يبقى نور، السراب بتاعك يبقى منور. الضمائر يا شيخ ايمن، عايزين الناس ترجع الضمائر. بسرعه. الضمائر ثلاثه انواع: ضمير حي، ضمير نائم، ضمير ميت. الضمير الميت ده مهما تقول له بقى
ان شاء الله حتى اللي قدامه ده يتقطع بالحته، مش هيطلع حاجه. تيجي تقول له لله يقول لك يا عم اتكل على الله، ما انت فيك صحه وتجر مش عارف، يقول لك ربنا يسهلك. يا ريت بقى بيقول ربنا يسهل لك. لا، ده الضمير الميت ده قلوب متحجره، قلوب قاسيه، قلوب لا يسكنها ايمان. اما الضمير النائم فيسأل فلا يعطي ولكن يندم. النفس اللوامة يجي حد يسأله يقول له الله يسهل لك، بعد ما يمشي شوية يقول يا ريتني كنت اديته، انا ما اعرفش ظروفه، يمكن ما عندوش اكل، يمكن ما عندوش لبس، يمكن مش عارف يروح شغله، يمكن عنده اولاد نايمين دلوقتي جعانين، ويبدأ كده يلوم في نفسه لغاية الضمير النائم ده ما يصحى. اما الضمير الحي بقى، ربنا يجعلنا منهم دايما. كلنا طبعا يا شيخ ايمن والساده المشاهدين، بمجرد ما يسال فيعطي، دائما عطاء، دائما وهاب، يهب الخير لاهله ولغير اهله. استاذنا هادي، ان شاء الله انا بوعدك بمشيئه الرحمن في هذه الحلقه، يعني ان شاء الله الاسبوع الجاي زي ما دخلنا ريتال هاني، وزي ما دخلنا محمود حجازي، وزي ما دخلنا الطفل عمر، وزي ما عملنا حاجات كتير جدا، هندخل الطفل زين طلعت ان شاء الله باذن الله مستشفى الامل، وان شاء الله نكلمه من داخل المستشفى باذن الله ان شاء الله. ربنا اهل مصر يا استاذه نهاد ناس طيبين، ناس محترمين، قلوبهم طبعا اطفالنا، هنعمل ايه؟ ربنا اطفالنا يعني مش هنتخلى عنهم ابدا يعني. فاحنا بس هنوجه رساله يعني للمشاهدين، تبرع بقى لو بخمسة جنيه ما تتكسفش، ما هي دي بقى مقدرتك يعني. وما كناش احنا بقى نعمل تكافل اجتماعي كده وعداله اجتماعيه ما بيننا وما بين بعض، مش هيجي مين من بره يعني يصرف على الناس دي. يعني لما يكون طفل عنده عمليه قلب مفتوح بتتكلف العمليه 75,000 جنيه، وابوه ارزقي على الله مش تلاقي شغال يوم وعشرة، لا، وانتوا عارفين ان الحياه قاسيه والحياه صعبه على الغني، ما بالك الفقير. الحياه صعبه وقاسيه في هذه الايام على الغني، ما بالكوا بقى الفقير اللي مش لاقي وعنده ابنه بيموت يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم، ويشوف دموعه في عين الاب مش قادر يعمل له حاجه، واحنا واقفين متغافلين. لا، عايزين نقف جنب اطفالنا، اطفالنا اللي محتاجيننا دلوقتي. الارقام التليفونات حطوها لنا على الشاشه بتاعت الجمعيه المصريه، وحطوا لنا رقم الحساب، وان شاء الله انا متاكد ان حضراتكم مش هتتخلوا ابدا عن الطفل زين ده، ابنكم ان شاء الله بمشيئه الرحمن الاسبوع الجاي يكون داخل المستشفى وبيعمل العمليه بفضل ربنا ثم بفضلكم، كل متبرعينا في كل مكان وكل مشاهدينا في كل مكان، عندنا طفل زين عمليه قلب مفتوح 75,000 جنيه ثمن العمليه. اعتقد هذا المبلغ مش كتير ابدا خالص يعني، لما نحط المبلغ في كفه وحياه الطفل زين في كفه. شيخ ايمن، رقائق للقلوب سريعا بقى. وفي اكتر من كده رقائق لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كفايه لما نقول سرور تدخله على قلب مسلم من افضل واحب الاعمال الى الله. سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. يلا اشتغل، عايزكم من اهل التقوى، ان المتقين في جنات وعيون، ليه يا رب؟ اخذين ما اتاهم ربهم، اي في الدنيا، انهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هو ده التقي، عامل في ماله حق للسائل اللي هو محتاج، والمحروم زي اليتيم، المحروم زي الأسرة المشردة أو اللي عليها ديون. أنا أعتقد يا شيخ أيمن إن أفضل الصدقات عند ربنا سبحانه وتعالى، عند الله، هو إنك تنجي طفل من الموت، حياة وتهب الحياة. من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أنت لما تحيي نفس أكنك أحييت كل الناس. النفس دي غالية قوي عند ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي أعطاها وهو اللي وهبها، فغالية. وفي شوف، مهما وصلوا للعلم وي 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 وي، حد يقدر يخلق ذبابة؟ لا طبعا، اللي نفسه ذبابة؟ أبدا أبدا. فالنفس غالية،
طبعا روح حرمة الدماء صح. والقتل النفس عند الله لزوال الدنيا أهون عند الله من القتل نفس. فأنت نفسه قدام منك هتموت وانت في ايدك تنقذها بمال عشان يعمل عملية، مش ده انقاذ؟ اه طبعا. ولا ده ايه؟ فانت احيتها فكأنما احيت كل الناس. لو تركت الطفل وانت مش فاضي وتجارة يا عم انا، والله هتكون عليك حسرة وندامة. الله يفتح عليك سبحان. وفي قبرك مش هتلاقي اي حاجة خالص. بشكرك يا شيخ ايمن طبعا الله. بشكرك استاذنا هادي، ان شاء الله باذن الله طفل زين هيكون في المستشفى الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا في كل مكان، الى هنا تنتهي حلقتنا في هذا اليوم، على امل ان نلقاكم ان شاء الله في مثل هذا الموعد. واسمحوا لي قبل ما اغادر هذه الحلقه ان اتوجه بالشكر للداعي الاسلامي الشيخ ايمن المصري. كنت معايا الشيخ ايمن منورنا. الله يكرمك زوري. احسنت يا شيخ ايمن. احسن الله اليك. كما اتوجه ايضا بالشكر للسيده رئيسه مجلس اداره الجامعه المصريه لرعايه الامومه والطفوله والمساعدات الاستاذه نهاد ابراهيم تهامي. كنت معايا يا استاذه نهاد، تشرفتيني. تشرفت بيك يا ربنا يخليك. مشاهدينا في كل مكان، على امل ان نلقاكم في مثل هذا الموعد، انتظرونا في برنامج ازمه اخلاق.